في قدامك دقيقتين ثلاثة. أسيس علي، لو في هاي اللحظات في ناس اللي بيعرفوك بغض النظر في مصر أو في أي مكان آخر، سواء من عيلتك أو من أصدقائك أو حبايبك أو الناس اللي بيشاهدونا وبيسمعوك، عاوز توجه لهم رسالة في دقيقتين، إيه هي الرسالة اللي عاوز توجهها والنصيحة اللي عاوز تختم فيها لكل مشاهد عم بيشاهدنا؟ أنا بقول لكل مسلم ولكل مسيحي ترك المسيحية وألحد أو راح للإسلام، أنا بقول لهم إن الحقيقة موجودة مع المسيح. المسيح هو الطريق للحياة الأبدية. الرب يسوع المسيح قال إنه هو الطريق والحق والحياة. كل مسلم يعرف إن الله هو الحق، وده اسم المسيح. الله هو الملك، والرب يسوع هو ملك الملوك ورب الأرباب. الرب يسوع هو نور العالم. الرب يسوع عايزكم جميعا تخلصون وإلى معرفة الحق تدخلون. الرب يسوع المسيح عايزكم كلكم تخلصوا، مش شوية وشوية لا. فأنا بقول لكم الرب قال في الكتاب المقدس: هكذا أحب الله العالم حتى أنه بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. أمين. قسيس علي، تفضل. إحنا في أمامنا التواني، بس أنا حبيت في الختام أشكر رب من أجلك، وبشكرك على وقتك وعلى خدمتك وعلى رسالتك وعلى صوت الحق وكلماتك الجميلة وعلى محبتك لكل الناس، مسيحيين مسلمين بغض النظر. ربنا يباركك، ربنا يكافئك، وربنا يستخدمك، وكمان ربنا يحميك. وعلى فكرة بصلي الرب يحقق أمنية قلبك إن تشوف كل أسرتك تلاميذ للمسيح. ربنا يسمع منك. آمين. آمين أحبائي. طبعا الآية اللي ختم فيها القسيس علي إن الله بحبك، إرادته لا يريد أن يهلك أي إنسان بل أن يقبل الجميع إلى التوبة من خلال شخص المسيح. هو وعد: من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. فشو رأيك اليوم فعلا تسأل هذا السؤال: أين هو مصيري؟ وبدعوك إنك تؤمن بيسوع وتسلم حياتك حتى تنال الحياة الأبدية.